بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم مسؤول أمريكي في تركيا: لماذا تخشى واشنطن التقارب التركي الروسي؟ وهل من طروحات جديدة في ملف قصد قد تقنع أنقرة؟ مع أستاذة علم الاجتماع السياسي هدى رزق بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.